بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تعلمون أن صلاة الآيات ركعتان اثنتان، صحيح؟ وفي كل ركعة كم؟ 5 ركوعات، أحسنت. المسألة وين؟ لو شك في عدد الركعات، ما يدري حين هو في الركعة الأولى لو في الركعة الثانية، مشكك الحين، إذا لم يتمكن من الترجيح زين ولو بنحو الظن، أما 70% 80% أنا في الأولى، خلاص ابني على أنه في الأولى، قال لا في الثانية ابني على الثانية، ما قادر يرجح طرف على طرف، الصلاة باطلة، بطلت الصلاة. مثل ما أنت تشكك في صلاة الصبح في الركعة الأولى أنت لو في الثانية، صلاة باطلة أو باطلة؟ باطلة، هي نفس الشيء. زين، وأما الشك في عدد الركوعات، ما يدري الحين هو في الركوع الأول لو في الثاني، في الثاني لو في الثالث، في الثالث لو في الرابع، في الرابع لو في الخامس، مشكك الحين ما يدري، وهو في الركوع الحين خب بس ما يدري، نسى العدد، مشتبه الحين. فش الحل؟ الحل تبني على الأقل، إذا شكيت أنت الحين في الركوع الرابع أو الخامس تبني على وش؟ الرابع. أنت في الثالث الحين لو في الثاني تبني على الثاني، وهكذا. فرق مرة أشكك في عدد الركعات صلاة باطلة، أما في عدد الركوعات تبني على الأقل. وصلى الله على محمد وآل محمد.